بأرق العبارات وأعذب الكلمات أرحب بكم مشاهدين الكرام أينما كنتم في برنامج أهل المدينة، تابعونا. تشاهدون في هذه الحلقة: عمال وموظفو الكهرباء في مواجهة سلطة المتنفذين في عدن. فريق شمسان الذي يلعب بالزي البرتقالي الذهب. نادي شمسان تاريخ رياضي مليء بالأسرار. الكابتن خالد علوي عشق كروي لا تمله الملاعب. نبقى الآن مشاهدين الكرام في فقرة أسبوع المدينة، نقدم لكم أهم الأحداث والأخبار في هذه الفقرة، تابعونا. انعقد في العاصمة المؤقتة عدن الاجتماع الأول لمجلس وزارة الثروة السمكية بحضور رؤساء الهيئات العامة للمصائد السمكية بخليج عدن والبحر العربي ومحافظة المهرة. الاجتماع ناقش على مدى يومين أهداف ونشاطات الوزارة والتي تركزت على تطبيع أوضاع القطاع السمكي وتعويض الصيادين ومساعدتهم، بالإضافة إلى النهوض بمختلف القطاعات والرفع من مستوى الإيرادات. أراضي الجمعية السكنية التعاونية للكهرباء بعدن تعرضت للسطو والنهب، والقضية الآن ماثلة أمام القضاء، فهل ينصفهم عدل القضاء أم أن للقضية حسابات أخرى؟ معترك آخر من الحقوق يخوضه عمال وموظفو الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، ولكن هذه المرة ضد من وصفوهم بسلطة المتنفذين. اليوم وقفتنا أمام مجلس القضاء لأننا مستائين للحكم الذي وقف بجانب واحد متنفذ له سوابق في سرقة أراضي الجمعيات. نحن حضرنا الآن لمناشدة الدولة بشكل عام ابتداء من رئيس مجلس الوزراء والقضاء، تمام، للوقوف إلى جانب الموظفين مؤسسة العامة للكهرباء. المشكلة أعتقد أنا في اعتقادي أنها أكبر من أن قضية أرض بتسلم لشخص. هذا مخطط للاستيلاء على كافة الأراضي التابعة للجمعيات السكنية، والدليل أنه الراجل معتمد على القضاء، ومن ضمن المخطط الواضحة كذا أنه يتم الاستئناف وترحيل القضية للعليا، والعليا تشفط تأكيد للاستئناف وانتهى الموضوع وتم السطو على الأرض بقوة القانون. المشروع السكني الخاص بكهرباء عدن الذي بدأ العمل به قبل عقدين من الزمن وتعثر كغيره من المشاريع الخدمية، تعرض مؤخراً للبسط وصودر لصالح جهات أخرى ليضيف عبئاً آخر على عمال وموظفي هذا القطاع الحيوي الهام. عمال كهرباء عدن أعضاء في الجمعية السكنية منذ عام 1993، وفوجئنا في عام 2014 بالسطو على الأرض تابع لمنظمة كهرباء عدن، وبعد الناشر الأخ رئيس الجمهورية بالتدخل لرفع المظلمة عن عمال كهرباء عدن. احنا بحوزتنا عقود رسمية، والمذكور معه عقد في عام معه اتفاقية شراء من أشخاص مزورين لبقعة غير محددة معالمها على الواقع، ولكن مع ذلك نفاجئ محكمة استئناف عدن ومحكمة الابتدائية للشيخ عثمان يصدروا له حكم بأنه صاحب حق شرعي وإلغاء عقود 1500 موظف. إلى متى ستظل الأمور سيئة للدرجة هذه؟ أنا سنين منتظرين هذه البقعة بفارغ الصبر عشان نبنيها، عايشين على الإيجار، ونحن نقول أنا كرئيس رقم منظور حسوة وعضو المكتب التنفيذي أنا صاحب بنعمل إضراب شامل كامل إن شاء الله بإذن الله. من ضمن 33 جمعية سكنية تأسست جمعية عمال الكهرباء في عدن بلوائح ونظم رسمية عام 93، إلا أن منتسبيها الذين تجاوز عددهم 1500 عضو وجدوا أنفسهم ضحية لتجار الأراضي وغياب سلطة القانون بعد أن فقدوا مشروعهم السكني الوحيد الذي تعلقت به الآمال. كموظفين نقوم بدفع الأقساط منذ عام 1993،
هي فترة طويلة، وهي أمل الموظفين بأنهم يستعيدوه، يعني فرصتهم أنهم يعطوا يعني أملهم لأولادهم أنهم يبنوا لهم مساكن وكذا. في بأي بكل بساطة كذا يجي ياخذ يعني متنفذ أو باسط أو حائز على أوراق مزورة وكذا، والقضاء واقف في صاله. هذا يعني كلام غير صحيح، وعلى هذا الأساس نحن حضرنا للمناشدة جميع الأطراف الوقوف في صفنا كمواطنين وموظفين. طرقنا باب رئيس الجمهورية وباب رئيس الوزراء وباب وزير الداخلية، يجب أن يوقفوا بالحق. لا نريد أي شخص يقف معنا بالباطل، إحنا أصحاب حق ولدينا وثائق رسمية مصروفة مثلنا مثل 33 جمعية في محافظة عدن، 33 جمعية، وإحنا الجمعية الأكبر داخل محافظة عدن ب 1500 موظف. لو واحد ينزل الموقع بيحصل إنه في لوحات مسجلة المؤسسة أمام الكهرباء، وكذلك في سور ومسحنا طبعا في اتفاقية معنا مع شركة المؤسسة الأمام للبناء في 2009 تقريبا، الذي نفذوا العمل، الوثائق كذلك موجودة، الأرض ممسوحة. يعني خلال الفترات هذه، الفترة دي كلها في هو الحكم اللي معه يقول في 2004، إذا كان هو صحيح إذا يعني لما مسحنا فين كان، لما عملنا سور فين كان، يعني أسئلة كثيرة جدا. وحين خذلوا من السلطة التنفيذية لجأوا إلى السلطة القضائية بحثا عن العدالة، لكنهم عادوا بخيبة الأمل، لم يفقدوا معها العزيمة والإصرار، فلن يضيع حق وراءه مطالب كما يقول المحتجون. نرحب بالمهندس أحمد بن أحمد سعيد، نائب رئيس الجمعية التعاونية السكنية لعمال الكهرباء بعدن. أهلا ومرحبا بك اليوم مهندس أحمد. بداية، ما الذي حدث للأراضي التي صرفتها الدولة أو المفترض أن تكون لعمال الكهرباء في عدن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وأولا أرحب بكم وبنزولكم هذا إلى موقع الجمعية السكنية في عدن في هذه الظروف في هذا الجو الحار، وشكرا لكم مقدما على اهتمامكم بهذه القضية التي تمس حياة أكثر من 1500 موظف في المؤسسة العامة للكهرباء. طبعا قضية الجمعية السكنية للكهرباء للأسف الشديد، جمعيتنا كانت ضمن جمعيات موجودة في عدن، تأسست بلوائح ونظم رسمية وعندها ترخيص مزاولة المهنة، وكل أمورنا ماشية كويسة. الذي حصل لنا نحن في الهيئة الإدارية أنه نحن تفاجأنا في عام 2014 بأن هناك شخص يعتدي على أراضي الجمعية السكنية ويقوم بالعمل استحداثات داخل أراضي الجمعية السكنية ويمسح اللوحات، جمعية السكنية مؤسسة العامة للكهرباء يحولها لملكية خاصة بالشيخ صالح الدياني، وقمنا حينها بإبلاغ الجهات الرسمية ممثلة بالمحافظة وبإدارة الأمن وكمان إدارة الأراضي وعقارات الدولة في محافظة عدن، وتوجت هذه العملية بإزالة هذه الاستحداثات، وتم القبض على المعتدي وإدرج إلى في السجن عدة أسابيع. وحينها للأسف الشديد رغم أنه ظل فترة في السجن وخرج بإلزامات أنه معادي يعتدي، لم يظهر أي أوراق أنه عنده ملكية لهذه الأرض أو أحكام أو غيرها، وانتهى الأمر بإزالة هذه الاستحداثات وأنه معادي يعتديش على الأرض الجمعية السكنية. نعم. الجديد اللي حصل انه في نهايه 2016 يظهر مره اخرى، هو للاسف الشديد كل ما شعر بغياب للدوله يظهر هذا الشخص، للاسف الشديد كل ما شعر ان الدوله مش موجوده يعني يظهر لنا، فجاء مره ثانيه يعمل استحداثات اللي مسح البرتات ويسجل اسمه انه ملكيه خاصه وغيرها، فقمنا بالابلاغ الجهات المعنيه في المحافظه وفي اداره الامن، وتم التوجيه بالاجراءات اللازمه بالقبض عليه وازاله اي استحداثات. نتفاجأ انهم يقولوا لنا انه الرجال جاب لهم حكم، عنده حكم. ايش من حكم؟ لماذا لم يظهر هذا الحكم في 2014؟ بالضبط، لماذا لم يظهر هذا الحكم عندما كان في 2014 في السجن؟ لماذا لم يقول لهم انا عندي حكم وانا عندي ارض ملكي؟ لكن للاسف الشديد هو حكم باطل، ونحن عارفين انه كيف اجاب الحكم هذا؟ طبعا هذا متروك مفروض للقضاء هو اللي يقول كيف جاء الحكم هذا. نحن عندنا شكوك كثيره بان الحكم هذا مزور. ليش؟ لأنه أول حاجة يجيب حكم في نهاية 2016 ومورخ في 2004، يعني بعد أكثر من 12 سنة. لماذا؟ لو كان عنده حكم حقيقي كان تابعه خلال السنوات ويتابع تنفيذه وإلى آخره، لكن للأسف الشديد مش عارفين كيف أجي هذا الحكم. فطلب مننا في الأخوة في المحافظة قالوا ما دام عنده حكم في الموضوع اتجهوا إلى القضاء.
فاتجهنا للقضاء وكان املنا كبير بان القضاء سينصفنا في هذه القضيه وان عندنا كل الادله لتثبت انه هذا الحكم باطل. اتجهت الى القضاء المحكمه الابتدائيه محكمه الاستئناف. الحكم هذا اللي معه نحن لم نتقاضى معه، لا نعلم بالحكم متى صدر، لا توجد لدينا اشعارات، لا نعلم بالحكم كيف جابه. هذا حكمت له المحكمه الابتدائيه، يعني جاب الحكم جاهز من طرف واحد، وكيف يعني وكانه الحكم كانه في جلسه واحد عمله عدوا له. نعم. بينما نحن لا نعلم بالحكم عن هذا الحكم نهائيا. فعندما تقدمنا لمحكمه الاستئناف كان عندنا امل كبير انه محكمه الاستئناف ستنصفنا وستفضح هذا الحكم كيف اجى. لانه هناك عده ادله في حكم من محكمه لهج تقول انه الوثائق اللي يدعي انه اشترى منهم وثائق مزوره. في كانت هناك قرار لجنه الادعاءات الملكيه في عام 2008 يؤكد ايضا انه هؤلاء الناس اللي يدعي هو ايضا انه اشترى منهم انه وثائقهم كلها مزوره وغير صحيحه. فعندنا عده ادله. الشيء الثاني ان الحكم نفسه يعني اجى يعني بدون تقاضي من قبلنا، بدون وجودنا، بدون اشعارنا. وعندما طلبنا منهم يعطونا حتى اشعارات انهم اشعرونا، حصلنا على بعض الورق تصوري باي ايام، ايام عطل رسميه، يوم جمعه ويوم خميس. هل المحكمة تستدعي الناس يوم جمعه ويوم خميس؟ يعني فضحنا نحن كل التزوير اللي موجود في هذا الحكم وان الحكم هذا باطل. وكنا منتظرين من عداله المحكمه بانها تنصفنا وان توصلنا الى العداله. نعم. ولكن للاسف الشديد الذي تفاجئنا فيه ان القضاء للاسف الشديد لم يكن منصفا في محكمه استئناف عدن، مثل بالقاضيه سميره دبوان، حيث انهم يعني بدل ما يفصلوا في الموضوع اجابوا لنا قضيه جديده اللي هي عدم الصفه للجمعيه السكنيه. وهذا امر للاسف مستغرب فيه، وممكن ينطبق على كل الجمعيات السكنيه بكره بعد بكره يعني بهذا الامر الصفه. نحن منتظرين منهم ان يفصلوا في القضيه وان يفصلوا في الموضوع وان يقولوا هل هذا الحكم صح. مهندس احمد، حتى وان سقطت مثلا يعني صفه الجمعيه التعاونيه السكنيه، اين ذهبت الاراضي التي من المفترض ان تصرف لعمال الكهرباء بعدن؟ طبعا اول حاجه لم تذهب صفه الجمعيه، لانه الهيئه الاداريه منتخبه من العمال وهي شرعيه، وعندنا كل الوثائق اللي تؤكد ان احنا شرعيين ونمارس عملنا بتصريح رسمي من مكتب الشؤون الاجتماعيه اسوه بكل الجمعيات، وهذا ما اكدت عليه الشؤون الاجتماعيه. متى تاسست الجمعيه؟ تاسست الجمعيه. وما هي آليتكم في العمل وكذلك كم عدد منتسبيها؟ تاسست الجمعيه في عام 93، وعدد منتسبيها اكثر من 1500 عضو، عدد اعضائها اكثر من 1500 عضو. نعم. وتاسست ضمن جمعيات التعاونية السكنية لمحافظة عدن، كل المؤسسات والمرافق انشأت لها جمعيات تعاونية سكنية، وصرفت هذه الأراضي بعقود رسمية من قبل أراضي عقارات الدولة، وهي من الأراضي الأملاك للدولة ولم تكن أملاك أشخاص، وكلها الوثائق سليمة وعندنا ما يؤكد هذا الكلام. إذا كانت هذه الأراضي صرفت من الدولة، كيف يجرؤ متنفذ ما أن يسطو عليها ويحضر مثلا حكم بأنه قام بشراء هذه الأرض من أشخاص آخرين؟ ومن اين بالضبط احضر الحكم من المحكمه الابتدائيه؟ والله شوفي، بالنسبه للحكم المحكمه الابتدائيه هو احضره من محكمه الشيخ عثمان الابتدائيه باسم القاضي المليكي، هكذا حسب ما طلعنا عليه. لكن كيف جاي يعتدي وكيف يتجرى؟ هذا للاسف الشديد الاوضاع اللي موجوده بالبلاد هي التي تعطي فرصه لمثال هؤلاء الناس. هم كل ما شعروا ان الدوله مقيبه ومش موجوده يتجرؤون يعملوا هذه الاستحداثات وهذه الفوضى، عسى ان يبتزوا الناس، عسى ان ياخذوا حق الاخرين. هذا اللي حصل. لما لم تستطع الجمعية السكنية حماية الأراضي؟ حماية الأراضي التي مفترض أن تصرف لعمال الكهرباء. والله شوفي، هي يفترض أن تحمي أملاك الناس تحميها الدولة. هذا هو المفروض، أن أملاك الناس تحميها الدولة. ونحن دائما كل ما حصل اعتداء على أراضينا من عام 2014 نلجأ إلى الدولة. وهذا اللي حصل. واليوم أيضا نحن لجأنا إلى الدولة. والآن في إجراءات أيضا مشان إزالة الاستحداثات اللي قائمة في الجمعية السكنية. هل هذا حال الجمعية السكنية التابعة للكهرباء أم أن هناك جمعيات أخرى بعدن أيضاً تم السطو على أراضيها؟ وما كان دور تلك الجمعيات في حالة إذا كانت متشابهة مع وضعكم؟ والله للأسف الشديد أنا حسب علمي أنه في هناك أيضاً جمعيات تتعرض لمثل هذه الاعتداءات، ولكن يتم أيضاً إجراءات وخطوات لإزالة هذه الاستحداثات وما يحصل للجمعيات السكنية. هذه الاعتداءات موجودة للأسف الشديد. هل بينكم البين مثلا تنسيق مثلا عمل جمعيات بشكل عام حتى يستصدروا حكم لصالحهم؟ والله شوفي، نحن عندما صدر هذا الحكم المؤسف اللي هو بعدم الصفة، اجتمعت الجمعيات السكنية لمحافظة عدن بشكل كامل وأصدروا بيان، والبيان موجود، وأكدوا فيه أنهم يعني متمسكين بحقهم ونشاطهم في الجمعيات هذه، مستعدين للتصعيد
بما يتطلب الأمر، أن هذه الجمعيات وجدت لتخدم فئة كبيرة داخل عدن. هذه الفئة هي فئة العمال الذي ذوي الدخل المحدود الذي لا يملكون غير هذه قطعة الأرض. فمش معقول يعني بعد سنوات من انتظار أولادهم لقطعة الأرض هذه يجي واحد شخص واحد يستولي على أكثر من 1500 قطعة أرض. معروف أن النظام هو دفع الموظف لأقساط حتى يحصل على هذه الأرض. نعم، كم نعم. كانت هذه الأقساط وخلال كم سنوات تم دفعها؟ طبعا الأقساط بدأت في التسعينات، يعني تعرفي كانت الرواتب أقل من الآن، كانت عبارة عن 700 ريال شهريا واستمرت هذه، ولكن بسعر الزمان يعني والمكان في ذلك الوقت. بسعر الزمان في ذلك الوقت. هل استوفوا كل المراحل، مراحل الدفع؟ لا، شوفي، هو كان على أساس الفكرة أنهم بيعملوا استقطاعات من رواتب العمال، وأن الدولة بتتدخل والبنوك بتتدخل وبيتم دعم الجمعيات السكنية وبيتم بناء أسوة بالجمعيات السكنية اللي موجودة في كثير من البلدان العربية، واللي شفنا في سوريا، في مصر، جمعيات بهذا الشكل. لكن نحن للأسف الشديد في اليمن، هو نظام معمول به أيضا في اليمن بالضبط، لكن نحن للأسف الشديد ظروف اليمن تختلف. نحن منذ إنشاءنا جمعيتنا وجت حرب 94 وجت أزمات في أزمات في أزمات، وللأسف الدولة ما قدرت تعمل لنا أي حاجة. نحن منتظرين منها حتى توفر لنا الخدمات، الطرقات، المجاري، الكهرباء، الماء، اللي هي حتى الآن ما زال الناس يطالبوا فيها فلم تكتمل. اليوم إذا لم ينصفكم القضاء، ما هو التصعيد الذي بيدكم؟ والله ما يضيع حق وبعدهم طالب. نحن سنلجأ إلى كل الطرق والوسائل السلمية في بداية الأمر، وسنطرق كل أبواب المسؤولين في السلطة التنفيذية وفي السلطات القضائية، وما زال أملنا كبير بأن القضاء مش كل الناس فيه سيئين، لابد أن هناك من الخيرين في موجودين، ولابد من يقف معنا، وإذا لم نجد من يقف معنا سنحمي أرضنا بأرواحنا، لأن هذه ملكنا وعندنا وثائق رسمية التي تأكد حقيقتنا فيها. ما مصير الجمعية السكنية إذا لم يتم مثلا الاعتراف بها من قبل القضاء؟ هل ممكن أن تحل هذه الجمعية، مثلا أن موظفين الكهرباء سوف يقومون بترشيح شخص يمثلهم أو جماعة أخرى تمثلهم لتقف أو لتمثل أمامهم أمام القضاء لحل مشكلتهم؟ ما هو الآن الكهرباء كلهم واقفين مع الجمعية السكنية. نحن عقدنا لقاء في قيادة الوزارة الكهرباء وقيادة المؤسسة العامة للكهرباء والقيادات النقابية كلها في المؤسسة العامة للكهرباء وقيادة الجمعية السكنية. نحن نمثل رجل واحد، نحن سنقف حتى تعود الجمعية لأصحابها. كلنا في مواجهة هذا الاعتداء ومستعدين للتصعيد حتى يعود الحق. الآن أين هو موقفكم من القضاء؟ يعني ما هي القضية التالية التي يمكن أن تقومون بها؟ والله شوفي، نحن قد عملنا وقفة احتجاجية قبل أسبوع إمام الآن هل هي القضية ماثلة أمام المحكمة العليا بعد المحكمة الابتدائية والاستئنافية؟ هي ستكون أمام المحكمة العليا، لأن نحن الآن لم نستلم الحكم. نحن لم تستلموا حكم المحكمة الاستئنافية بعد؟ لم نستلم حكم المحكمة الاستئنافية. وحينما عملنا الوقفة الاحتجاجية قابلنا رئيس القضاء الأعلى والنائب العام ورئيس محكمة استئناف عدن وشعرناهم بالوقفة الاحتجاجية وكلمونا، قالوا أنتم يعني ستتجهون للمحكمة العليا إن شاء الله. في هذا الوقت وبينما يعني مماطلة القضاء أو مماطلة البت في الحكم، ما الذي يحدث لأراضي الجمعية السكنية؟ الذي حصل أنه الآن بعد أن عمل لوحات، غير اللوحات، الآن قام ببناء مبنى صغير هكذا في مساحة الجمعية السكنية، ونحن الآن نتابع الجهات المختصة بإزالة هذه الاستحداثات. لماذا لا يتم التوقيف بإيقاف أي منفعة أو تنفيذ داخل الأراضي لصالحكم أو لصالحه حتى يبت في حكم؟ هذا عادة ما هو معمول فيه في القضاء في الأمور الشائكة مثل هذه. هو علشان تكوني في الصورة، هذا قد حصل. عندما وصلنا إلى محكمة الاستئناف طلبت المحكمة من الطرفين عدم الإقدام على أي استحداثات داخل الأرض، وكنا موقعين الطرفين وبإشراف المحكمة، محكمة الاستئناف، على أساس أنه عدم التعدي على الأرض حتى يتم الفصل في القضية. ولكن للأسف الشديد أنه الآن لم يتم الفصل في القضية، وهو يقوم يعتدي على اللوحات أولا والآن يقوم ببناء مبنى، والمحكمة للأسف الشديد لم تحرك ساكنه. هل يجب أن تتدخل مثلا، ليس القضاء، مثلا الأمن، الشرطة، يجب أن تنفذ أمر القضاء؟ هل لجأتم مثلا للأمن أو للشرطة في عدن؟ نعم، نعم. لجأنا للأمن، لجأنا للقضاء، لجأنا لكل الجهات، لأن هي الجهات المعنية بتنفيذ أمر القضاء. وما زال أملنا كبير، عندنا وعود أنه هذه كل الاستحداثات وكل هذه الغيمة بتزول، ولكن نحن نتابع الموضوع لأن ما زلنا. رسالة أخيرة تحبون أن توجهونها من خلال هذا اللقاء، وما هي الإجراءات التصعيدية التي يمكن أن تقومون بها؟
طبعا الرساله الاخيره زي ما قلت انه نوجهها لكل الجهات المسؤوله في الدوله، في القضاء، في الراي الحر، الراي العام، في الصحافه، ان يقفوا مع اصحاب الحق، مع المظلومين، مع المضطهدين، مع اصحاب الحق، يقفوا مع الحق. نحن هذا اللي املنا فيه، انه الناس تقف مع الحق، وعندما نقف مع الحق سياتي لنا الخير والعدل. بالنسبه للتصعيد لنا سيستمر التصعيد، وكما اعلنت النقابات انه بنوصل الى الاضراب الشامل، سيكون هناك اضراب شامل من قبل موظفي المؤسسه العامه للكهرباء وغيرها من التصعيد الى ان يستعيد الحق. مهندس احمد، يعني هل تظنون بان القضاء الذي لم ينصف عمال الكهرباء بعدن سوف يهتم بخروج مثلا الناس؟ وهل انتم معولون كثيرا على خروج الناس؟ هل يمكن ان يحدث هذا الامر في حاله قمتم ب يعني قطع الكهرباء بشكل تام؟ والله شوف، نحن نعمل كل ما علينا، وعندنا امل انه لازم لابد نستجيبوا. نحن سنظل نحفر في الجدار زي ما قال احد الثوار، اما ان استعدنا حقنا، واما ان وصلنا رسالتنا لكل الجهات. موتنا على وجه الجدار. نعم. المهندس احمد بن احمد سعيد، النائب رئيس الجمعيه السكنيه للكهرباء لعمال عدن، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. شكرا لكم على نزولكم هذا. حكايتنا اليوم نادي شمسان الرياضي الذي رفد عدن بكثير من النجوم الذين صدح اسمهم في سماء الرياضة وقدم الكثير للرياضة في عدن. ضربة البداية في هذه المباراة من نصيب فريق شمسان الذي يلعب بالزي البرتقالي الذهبي على اليسار، على يسار الشاشة، بينما يلعب الوحدة على يمينكم بزيه الأخضر. فريق الوحدة يمثل في هذه المباراة في المرمى محمود، وفي منطقة الدفاع الغراب لطفي سالم، محمد سعيد، عبدو ياسين، محمود. في خمسينيات القرن الماضي برز نادي شمسان الرياضي كأحد أهم المنشآت الرياضية وأعرقها في مدينة عدن، وشكل حينها علامة فارقة في عصر الكرة اليمنية وزمنها الجميل. كغيره من الأندية الرياضية في عدن، تشكلت ملامح نادي شمسان بمدينة المعلا بموجب قرار صادر عما كان يسمى بالمجلس الأعلى للرياضة في الشطر الجنوبي من اليمن. انبثق نادي شمسان عقب دمج ثلاثة أندية محلية آنذاك، هي نادي الروضة ونادي الانتصار وأبرزها نادي الجزيرة، الذي يرجع تأسيسه للعام 1951، وكان من أقوى الفرق الرياضية ضمن أندية الدرجة الأولى، واشتهر حينها باسم نادي هركن. ظل نادي شمسان يمارس الألعاب الرياضية بمختلف أنواعها، محافظاً معها على عطاء حافل محلياً وعربية، حاصداً البطولات في شتى الألعاب، فاحتل مركز الوصيف وحصل على بطولة الدوري العام لكرة القدم في موسم العام 1980-1981، وظل صاحب البطولات الدائمة في كرة السلة على مستوى الوطن العربي. منذ بداية مشواره الرياضي، تمكن نادي شمسان من صناعة رياضة مختلفة بفئات عمرية متعددة، شكلت نسيجاً متناغماً مع قيادات النادي المتعاقبة وكوادره الفنية والإدارية.
فريق شمسان فيمثل في المباراة في المرمى عادل إسماعيل، وفي منطقة الدفاع عدنان القلعة محمد حسن، خالد البراق وخالد علي أحمد، في الوسط سعيد علي بن علي، عبد الرزاق إبراهيم، ويلعب معهم في هذا اللقاء في الوسط اللاعب الكبير جميل زيف. لمعت من بين أرجاء نادي شمسان وملعبه نجوم مضيئة في سماء الكرة اليمنية، أمثال الهداف الكابتن جميل سيف التنباكو، والحارس الأسطورة عادل إسماعيل، وجلاد الشباك جميل مقتري، وآخرون من نجوم الحقول البرتقالية. فريق شمسان يلعبها نبيل داخل منطقة الجزاء بعد السندو. على مدى أكثر من 65 عاماً ونادي شمسان يرفض الرياضة اليمنية بكوكبة متميزة لامعة في الألعاب الرياضية وفي كرة القدم العدنية، ممن صدح بهم شمسان معلياً أصوات الفخر والاعتزاز بتاريخ طويل يحكي عنه برفقة ألوان البرتقال. يمتلك نادي شمسان رصيداً رياضياً زاخراً بالنجاحات الحافلة بكافة الأنشطة الرياضية، أبرزها لعبتي الجودو والملاكمة التي ظل أبطال شمسان يتصدرونها على مستوى الجمهورية طيلة العقدين الماضيين. رغم شحة الإمكانات إلا أن نادي شمسان يسعى إلى إعادة صناعة مجده الغابر بشباب واعد خط لهم مسار التفاني والحب والانتماء، فأتقنوا بها وضع لمسات احترافية عميقة الدلالات تجسد منظومة عدن الرياضية التي يطل فيها شمسان كعنصر فعال لديه ما يعلو به الشأن. الكابتن خالد علوي مقاتل في سبيل ازدهار الرياضة بعدن ومقاوم من أجل ازدهار الوطن. ولد وترعرع بمنطقة صلاح الدين بمدينة البريقة غربي عدن، وكأي طفل استهوته كرة القدم مبكراً وتطورت مهاراته الرياضية بكافة الطرق البسيطة المتاحة آنذاك، وشيئاً فشيئاً تحولت الهواية إلى ممارسة واحتراف. إنه الكابتن خالد علوي. أنا زي أي طفل لازم أمارس هواياتي، فمن البداية نحن نحب لعب كرة القدم، فلعبنا في نادي الجزيرة. نادي الجزيرة ما فيه، هو نادي باسم نادي، هو ملعب الكل يجتمع فيه، ولعبنا واشتهرنا وتدربنا مع الشعلة ولعبنا مع الشعلة. فبدايتي كانت من صلاح الدين كلاعب، وبعدين تدرجنا يعني. شارك الكابتن خالد علوي إلى جانب ثلة من الرياضيين في تطوير نادي الجزيرة الرياضي، وقضى زهاء 20 عاماً يحاول إكساب النادي صفة رسمية لما بات يشكله من أهمية بالنسبة لشباب المنطقة باعتباره الوحيد فيها. حالياً أنا رئيس نادي الجزيرة الرياضي في منطقة صلاح الدين، لي أكثر من 20 سنة وأنا أتابع للاعتراف بنادي الجزيرة الرياضي، مش لشيء،
إنما عندما نرى أولادنا بأمس الحاجة إلى مكان يرعاهم، إلى مكان يضمهم، فنادي الجزيرة الرياضي الآن أصبح يحتوي جميع الشباب، أكان من صلاح الدين أو منطقة فهم أو عمران المناطق الساحلية. فأصبح الآن نادي الجزيرة له ذكر، والحمد لله نعمل بإمكانياتنا البسيطة وعملنا أشياء كبيرة حالياً. حالياً نادي الجزيرة له ذكر وأنتم مطلعين على ذلك. في العام 1988 تخرج خالد علوي من الكلية العسكرية برتبة ملازم ثاني، وهو اليوم يحمل رتبة عقيد في الجيش. وظيفته العسكرية مثلت له خط سير يوازي حياته كرياضي معروف، وكانت له أدوار بطولية في الدفاع عن عدن في حرب 2015. طبعاً أنا قبل ما أكون رئيس نادي فأنا كنت قائد عسكري، القائد عسكري بالمنطق الصحيح، فأنا عقيد، تخرجت في عام 88 ملازم ثاني، أتت الوحدة وجلسنا فترة وسافرت للخارج وعدت. الآن أنا برتبة عقيد. في أيام الحرب كنت قائد جبهة عمران في سور الفردوس، بعدها مسكت قائد كتيبة الأمل، دربت 8 كتائب في معسكر صلاح الدين، ومسكت قائد كتيبة الأمل فترة من الفترات. الآن كتيبة الأمل موجودة في اللواء 15 تبع أبو بكر حسين في أبين. حالياً أنا قائد المركز التدريبي في بير أحمد. لم يكن الواقع على مقدار الحلم الذي دفع الكابتن خالد علوي للدفاع بكل ما لديه عن مدينة عدن، فالازدهار الاقتصادي والاهتمام بالشباب، وقبل كل شيء الأمان الذي لم يتحقق بعد بالمستوى المطلوب، هي أمنيات يسعى جاهداً بأن يكون له بصمة في تحقيقها على أرض الواقع. كنا في البداية نحلم أنه بعد الحرب بتكون عدن غير، بيكون لها شأن في العمل، في النهضة الاقتصادية، في خلق بيئة جميلة للمواطن. فانعكست الرؤية، أكان ضعف من قيادتنا السياسية أو قيادة التحالف نتيجة الضغوطات وعملها، فأصبح إهمال عدن. فأنا أتمنى من قيادة التحالف ومن حكومتنا التماسك في عمل شيء جميل لهذه المنطقة الجميلة، لأنها جميلة بأبنائها وبناسها. ناسها ناس طيبين من زمان، يعني ناسها ناس يتمنون ويحلمون أنهم يعيشوا بسلام. كل المقومات موجودة كميناء وكثروات، يعني كل شيء مؤهل أن احنا نكون مثل أي عاصمة من العواصم الخليجية. فبمساعدة الإمارات العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، الحكومة، فنحن بنعمل شيء جميل لهذا العاصمة المنسية. كلما أجت ثورات انهارت أكثر، فأنا أتمنى أنهم يلتفتوا لها لفتة، هي محرومة من العطف والحنان، فنتمنى أنهم يأخذوها بالأحضان وتنتعش مثلها مثل أي عاصمة. نادي متكامل في عدن يضم جميع الألعاب الرياضية المعروفة بات هاجساً بالنسبة للكابتن خالد علوي وحلماً يسعى إلى تحقيقه، وهدفه الرئيس تنمية مواهب وقدرات الشباب وتوظيفها فيما ينفع الوطن لا فيما يضره. بالنسبة للرياضة في عدن، أنا أتمنى من كل وزارة الشباب والرياضة، من إدارة الشباب والرياضة بعدن، من رؤساء الأندية، العمل الدؤوب للحفاظ على أنديتنا وعلى شبابنا في سير العملية الرياضية بالشكل الصحيح، بلم الجميع والعمل بمصداقية. الرياضة هي الروح لكل شيء، فأنا بحلم أنه
انه 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 ايش انه شبابنا كامل يمارسوا الرياضه اكان البدنيه او الذهنيه لنرتقي الى الامام، لنرتقي الى حياه افضل. نحن نقول ايش الجسم السليم هو اساسا في الرياضه، فممارسه الرياضه مش من ناحيه بدنيه فقط، حتى من الناحيه الذهنيه. نحن لما نقول الرياضه والثقافه، فانا مثلا نادي الجزيره الرياضي الثقافي، فالرياضه تدخل مع الثقافه، فما اجمل ان يكون الانسان متكامل بدنيا، يعني اكان من ناحيه الرياضه او من ناحيه العقل، فالرياضه هي مكمله لكل شيء. طبعا انا بالبدايه كنت احلم ان انا اكون نادي مثل الانديه في عدن، وتحقق الحلم الحمد لله. فحاليا اتمنى انه سياده وزير الشباب والرياضه يكمل الحلم بالاعتراف بنا رسميا. ايضا احلم ببناء نادي متكامل لضم شباب النادي او شباب محافظه عدن بشكل عام، يعني مكاننا يكون نادي مفتوح للجميع، هذا حلمي، يلم الشباب ويحافظ عليهم من الضياع والادمان. ما كل ما يتمناه المرء يدركه، ولكن سيبقى الانسان في بحث مستمر ليدرك ما يتمناه ويطلبه. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا، في أمان الله.